يكون فيه ملعب مثل هذا على حسب مستوى الرياضي نتاع الجهات الاخرى، ولكن خدينا قرار باش يكون فيه ملعب في ورقله وملعب في بشار ان شاء الله. هكا نكونوا يعني كملنا لابوك. بالنسبه لقسنطينه اذا كان الملعب هذاك يكفي شوفوا على حساب الرياضيين والا نزيدوا ملعب اخر في الشرق ان شاء الله، وهكا تكون اكتملت المهمه نتاع الناس اللي يشرفوا على الرياضه في هذه البلاد بالاخص كره القدم ان شاء الله.